اب وابن، اب مسيء وبنت مظلومه، او العكس. لكن لو ان هذه العلاقه التي بين الطرفين تذكر الطرف المساء اليه او المجروح ان هناك من الاساس في هذه العلاقه، وهو ان كلا الطرفين يجمع بينهما الله. ما الذي يجمع بين البنت وابيها هذه التي تشتكي؟ ما الذي يجمع بين الابن وابيه، بين الابن وامه؟ الله. اذا استحضر الانسان ان يتعامل الان ليس مع هذا الاب الظالم، او مع هذه البنت العاقه، او مع هذه الام المسيئه، او مع هذا الابن المسيء، انا الان اعامل الله عز وجل امامي. الله عز وجل هو الذي جعل هذا ابي، انا لم اختر ابي. الله عز وجل هو الذي جعل هذه امي. ثم اتذكر ايضا مساله لو 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 تعاملنا حتى بالمقتضى الحسي اللي هي قضية الموازنة، الإساءة والإحسان، أيهما أعظم؟ إساءة سب أو هدم نفس أو ضرب أو أيا كانت، هذا كله متعب، أو إحسان إيجاد؟ لولاه ما كنت موجودا أصلا. صحيح. لولاه ما عشت، لولاه ما جئت إلى هذه الدنيا. هو السبب، وهي السبب في وجودك أصلا في هذه الدنيا. نقول هذا لا يعفيهم، إساءتهم سيحاسبهم الله عليها يوم القيامة، لاحظ. لكن فيما يتعلق بك أنت، هم أصحاب الفضل عليك في وجودك. صحيح. ثم إن الكلام قبل قليل لم يكن بمعنى أنه ليس عليه شيء، كنا نقول أخطأ، أساء، سيحاسب. لكن اسمعوا، تريدون الأفضل، تريدون الأرقى، تريدون الأقرب لكم عند الله عز وجل، سامحوا. طيب صعب المسامحة، ادعوا في سجودكم أن يرزقكم الله المسامحة. طيب ما الذي يحملنا على ذلك؟ ما الذي يضطرنا أن نفعل ذلك؟ أنكم أيضا تحتاجون إلى المسامحة يوم القيامة. أنت ما أسأت أبدا في حياتك، ما أذيت أحدا قط في حياتك. صحيح صحيح. وهناك مشكلة أخرى، وهي من مشاكل العصر الذي نعيشه، أي أنها من جناية عصرنا، زماننا هذا، من تراكمات عصرنا، أن الأواصر التي فطر الله تعالى الناس على رعايتها جمدت قيمتها في النفوس. يعني الله عز وجل جعل أواصر الرحم، جعل أواصر الجيرة، جعل أواصر الصهارة والنسب، جعل أواصر الصحبة، جعل أواصر الوالدين والأبناء. هذه أواصر حتى الحيوانات تراعيها، مفطورة على مراعاتها. ترى الهرة التي تعرف أن الذي أمامها لا تقدر هي على مواجهته، لكن إذا مس شيء من ما ولدت من صغارها، مس شيئا من صغارها، تقوم ولو كان ذلك يؤدي إلى فقد حياتها. صحيح. ترى مخالبها وترى نيابها وتستأسد عليه. لماذا؟ لأن هذه فطرة أوجدها الله عز وجل في النفوس. اليوم نحن نعيش في زمان تهدم فيه هذه الفطرة، بحيث لا الأب يشعر أنه أب كما ينبغي، ولا الأم تشعر أنها أم كما تنبغي، ولا الأبناء يشعرون أنهم أبناء كما ينبغي. هذا أمر لا ينبغي أن نستسلم له، ينبغي أن نرفض أن نسلب هذه الفطرة. تعرف لماذا؟ لأن إذا استسلمنا لسلب هذه الفطرة، معنى ذلك أننا نستسلم لسلب آدميتنا. صحيح صحيح. قيمتنا نحن وآدميتنا قائمة على هذه الفطرة. ما الفرق بيننا وبين غيرنا؟ يعني ما الفرق بيننا وبين الضباع، السباع؟ حتى السباع تراعي هذه السلاسل. صحيح. رسالة من ليلى، بتقول ايه هو تفسير لحياة معدومة بين اب وابنته؟ كيف يمكن ان يعيش الاب والبنت في منزل واحد والاب مش بيكلمها؟ ايه هو تفسيركم من اب بيعامل البنت اذا اخطأت انها مجرمة ومحلها النار؟ يعني خلاص الكافر مش بيتوب، وياريت الخطأ يستاهل. يعني من خلال السياق الذي سمعته اعتقد ان هناك اشكال عند الطرفين، والله اعلم. مظبوط. يعني صعب ان كل الاباء الموجودين في مجتمعنا سيئين وكلهم بهذه الطريقه التي نسمع، كما انه من الصعب ان نقول ان كل الابناء سيئين. لكن اقول لابنتنا ليلى، يعني يا ليلى، راجعي نفسك في لحظه صدق، مقياس ماذا يستاهل وما الذي لا يستاهل، يعني أعيديه إلى معاملتك مع الله عز وجل. طبعا لا نرضى أن الأب في كل كبيرة وصغيرة يهدد بالنار، النار هذا يعني يتوعد بها رب النار سبحانه وتعالى. ولكن نقول أولا هو يحبك وحريص عليك. ثانيا لابد أن تعيد النظر في ما هي الاعتبارات، يعني لماذا الوالد لا يريدك أن تفعل الشيء الفلاني، ولماذا يريدك أن تفعل الشيء الفلاني. وانتبهي إلى مسألة،
هناك فرق بين ما هو الأصلح وبين ما هو المشتهى. نحن في كثير من الأحيان نحب أن نفعل شيء، نهوى شيئا أو نشتهي شيئا وهو ليس بالأصلح لنا، ومفهوم أن الأصلح لي هو أن أعيش حريتي بمعنى أن أكون مطلقا في كل ما أريد أفعل، هذه ليست حرية في الحقيقة صدقيني، هذه عبودية أسوأ من أي عبودية أخرى. تعلمين لماذا؟ لأنها عبودية للنفس، أن يتحول الإنسان إلى عبد لنفسه، خلاص مالت إلى أن تفعل كذا لأنها رأت صاحباتها يفعل كذا فهي تريد أن تفعل كذا، والذي يخالفها يقيد حريتها. لا، هذه ليست حرية، هذه عبودية لكل ما تشتهيه النفس. واحمد الله أنه لا يزال لديك والد يخاف عليك. صحيح. يعني إحدى بناتنا كتبت تقول أتمنى أن الله عز وجل مد لي في عمر أبي حتى يقول لي ما منوع ولا يضربني، لأني أشعر أنه لا يوجد من هو حريص علي. أنت الآن قد لا تشعرين بهذا الكلام، بل تشعرين بالضجر بسبب تصرفاته، لكن صدقيني في داخلك طمأنينة أنه يوجد من هو حريص عليك. لو فقد الإنسان الشعور بأن هناك من هو حريص عليه سيشعر أنه عاري في هذه الحياة لا قيمة له، يشعر أنه ضائع في هذه الحياة. فوازني بين هذه الأمور. نعم، لا نرضى أن يكون غليظا، لا نرضى أن يهددك بالنار، لا يتوعدك بالنار، لا يستطيع أحد أن يرمي أحدا بأنه في النار، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا ارجعي إلى نفسك وتأتأني، راجعي نفسك، هل هذه الأشياء فيها شيء يغضب الله ولو بسيط؟ هل فيها أشياء محرمة؟ هل منعك من شيء الله عز وجل نهاك عنه؟ هل في شيء من الصحبة التي تحيط بك من في سلوكياتهم شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولو صغير؟ نعم، قد يكون مخطئ أنه استخدم معك أسلوب الشدة على طول الخط، هذا نحن معك فيه، لا ينبغي أن يكون كذلك، لكن لا تجعلي خطأ في الأسلوب يغيب عنك الخطأ الأساسي والصواب الأساسي في الأمر الذي تختلفان فيه. وأقول للأب صدقني، لا يوجد في تقويم البنات أفضل من الحنان، إن غمرتها بحنانك أغنيتها عن النظر إلى غيرك، وإن غمرتها بحنانك سيكون من السهل أن تقوم خطأها بأن تشعرها بصحب شيء من الحنان للحظة، هي لن تطيق ذلك لأنها ستستشعر أنك تعرف قيمة أنها موجودة عندك، والله أعلم. صحيح. رسالة من حد طلب عدم ذكر اسمه، بيقول أنا كنت مع أبويا حبايب جدا وأنا في مرحلة الطفولة، وكان لا يحين من الأب والأم، الأدهى أني اكتشفت أني بقيت ضعيف الشخصية، مش قادر أخذ قرار في أبسط الأمور في حياتي حتى اختيارات هدومي، الخوف الذي يراودني أني حاسس أني مسؤول عن تربية أختي اللي عندها 13 سنة وهي في سن حرج، كنت بعملها سيء جدا، ولكن العلاقة الحمد لله بدأت تتحسن، بس خايف اني الغي شخصيتها وثقتها بنفسها لاني بعملها مثل ما كانت كنت بتعامل بيه. ملحوظة، انا بحب ابويا جدا وبحب امي جدا رغم اني بحس ان تسلطهم الكبير عليا هو السبب في اللي انا فيه دلوقتي. اسأل الله ان يبارك فيه، هذا الكلام كلام ناضج للغاية. لكن انا اختلف معك في شيء، يا من لم تذكر اسمك او طلبت الا يذكر اسمك، أختلف معك في شيء، أنك قلت أنك صرت ضعيف الشخصية، وأختلف معك أيضا عندما قلت أنك قد تقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه أبوك معك في تعاملك مع أختك. لا، أنت لست ضعيف الشخصية. تعرف لماذا؟ لو كنت ضعيف الشخصية لما أدركت هذه الأمور، لما كتبت أنك تحب والدك بالرغم سوء تعامله الشديد، لما انتقدت على نفسك أنك وقت من الأوقات أسأت إلى أختك، لما خفت من أن يصيب أختك منك ما أصابك من أبيك. هذا الانتباه الذي أكرمك الله تعالى به دليل على أنك أبدا لست ضعيف الشخصية، فلا تستسلم لوهم أنك ضعيف الشخصية، أنت الحمد لله مكرم يا بني، الله عز وجل أكرمك كرامة كبيرة بالرغم مما تعرض له هذا الابن من شدة الإساءة، من رغم ما تعرض له من الأذية التي يذكرها إن صحت، فهو لا يزال على قدر كبير من التوازن لا نجده عند كثير ممن أحسن إليهم في التعامل. فأولا تحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أكرمك الله تعالى بها. الأمر الثاني، أختك هذه هي محتاجة الآن إليك، تقول أنها في 13، املأ قلبها حنانا، تحنن عليها
كل ما كنت تفقده من أبيك عوضها أنت فيها هي، عوض ما فقدته من أبيك بتعاملك معها هي. وإذا فعلت ذلك ستجد قلبك يسقى بالحنان، لأن الحنان يقابل بالحنان. إذا تحننت عليها طلبا لرضوان الله تحنن الله عليك. الله. ونفس يمر عليك بتحنن من الله عليك يغنيك عن حنانة الخلق أجمع، من سبق أو من يأتي. مسألة التردد في اختيار الملابس أو في اتخاذ القرار، استعن بالله عز وجل ولا, ولا, ولا تعجز. إذا هناك شيء احترت فيه في قرار من أمور حياتك، أوزن الأمور، شاور من ترى مشاورته وهذا ليس ضعف، وقم صلي ركعتين الاستخارة وامضي. مسألة الثياب والأمور الأخرى البسيطة، انظر ما هو الأستر لعورتك والأنسب لرجولتك والأليق لهيئتك وامضي فيه، واعلم أن قيمتك ليست في الخرقة التي تلبسها. على هذا النحو الخير مقبل عليك، وأبشر، أنا القلب مستبشر أن هناك خير كبير سيقبل عليك بسبب ما سمعته من هذه الرسالة. أسأل الله لك التوفيق. وأعجبني منك قولك أنك تحب والدك، هذا أمر يحبه الله تعالى منك، وستجد بسببه الخير الكثير. الحمد لله. رسالة برضو من أمه طلبت عدم ذكر اسمها. عفوا، أود أن أقول لهذا الابن، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار بيتكم ورأى في قلبك هذه المحبة لأبيك لأحبك. أم طلبت عدم ذكر اسمها، بتقول عندي شاب عنده 18 سنة ولكني ووالده لم نتبع الطرق الصحيحة في التربية والتي أشرتم إليها في البرنامج، لهذا فنحن نعاني معهم من كثرة الكذب وكذلك الاستهتار وأحيانا التطاول علينا بالقول. أرجو الإفادة، وهل فات الأوان؟ لا، إن شاء الله لم يفوت الأوان، لكن هناك ثلاثة أمور. أولا الندم والتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار في التقصير الذي حصل تجاه الابن في تربيته. الأمر الثاني الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء بالدعاء بالدعاء، وأكرر الدعاء الدعاء الدعاء. جاء عن بعض السلف أنه يأتي على الناس زمان لا يجدي فيه شيء في التربية كالدعاء، ولا يأس الإنسان من الدعاء. وجاء في بعض الروايات أن دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. فيحرص كل أب وتحرص كل أم على الاستعانة بالله عز وجل بالدعاء في شأن صلاح الأبناء. الأمر الثالث، ما لم تستطيعوا غرسه في سنين لا تتوقعوا أنكم تعدلوه في يوم. صحيح، يكون هناك طول في النفس فيما يحصل، والنظر إلى موضوع القدوة فيكما. ما تريد أن الابن يكذب، دقق على أنفسكم نفسيكما في مسألة الصدق. احرصي على الصدق وخاطبي زوجك بمسألة الصدق، ستجدين هذا الأمر يقوم في ولدك. التدرج معه في المعالجة، لا تأخذي الأمور التي سمعتيها في الحلقات الماضية وتتوقع أنه في يوم وليلة سيتحول ابنك إلى هذا الذي سمعتي عنه. ما دام الأمر حصل بتقصير منكم في الماضي، يغفر الله لنا ولكم ويعيننا على ما يقبل. ما دام الأمر بتقصير في الماضي، فاحرصي على تدارك ذلك بطول النفس في المستقبل، بالتدرج معه، بوضع الأولويات. أيضا تقربي له، يعني أوجدي نوع من الصحبة بينك وبين ابنك، أشعري بالاهتمام. إن استطعتي أن توفري له صحبة صالحة فهذا له الأثر الكبير. وأشهد الله تعالى من قلبك صدق الرغبة في صلاحه يصلح لك. أسأل الله لهذا الابن ولأبنائنا ولنا كمال الصلاح. احنا يمكن وقتنا انتهى، لكن بنوعدهم ان شاء الله ان احنا الاسبوع القادم ان شاء الله الرسائل التي لم تقرأ نقراها ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. اسمح لي في نهاية هذا الحوار ان تدعو ان نؤمن خلفك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا واجعلهم لنا ولأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل للحبيب قرة أعين. اللهم ارزقنا حسن البر لوالدينا، واغفر لنا ما كان من إساءة في حقهما، واكرمنا اللهم بحسن الرجوع إليك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا من الكسب الحلال ما تستقيم به أحوال أبنائنا، ولا تجعلنا ندخل عليهم شبهة ولا حراما يغير عليهم سيرهم ومعاملتهم وتقواهم. اللهم إنا نسألك الرضا والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. شكرا جدا مولانا، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة وحياتنا.